كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو كان في مباراه اسمها ديربي في لشبونه بين بنفيكا وسبورتنج. كريستيانو رونالدو كان ساعتها وعنده 18 سنه، كان احسن صاعد في البرتغال، كان بيلعب في المنتخب الاولمبي، كان مميز جدا بشكل قوي جدا. انا كنت بلعب في بنفيكا، في الماتش ده كان مهم جدا، كان بنفيكا وسبورتنج، كان بيدر شمايكل واقف جون، وفرقه كبيره جدا في فرقه سبورتنج. وانا زي ما قلت لك كده كنت واخد انا احسن لاعب في البرتغال بشكل قوي جدا، احسن لاعب في البرتغال كلها. كريستيانو رونالدو كان انا كان لسه بقى في المنتخب الشباب الاولمبي. لما انا بقى جبت جون في بيدر شمايكل وكسبنا 1-0، كان ساعتها تاني يوم ساعتها مانشستر يونايتد جايين هيعملوا تعاقد ويشوفوا يلعبوا ماتش عشان يشوفوا كريستيانو رونالدو عشان ياخدوه لمانشستر يونايتد. بس انا بتفرج على الماتش، عمل ماتش كويس جدا، خلاص اتفقوا معاه ان هو يروح مانشستر يونايتد. في المؤتمر الصحفي بقى بيتكلم بقى بيسالوه سؤال كده، انت راح مانشستر يونايتد بقى، ما انا بسمعه بقى، انت راح مانشستر يونايتد بقى هناك في لعبة كبيره جدا، ونفسك تبقى زي مين؟ في زي فيجو، رويس فيجو، ولا بيكام، ولا جيجز، ولا كانتونا، يعني الاسامي ده كان عمال بقى ايه يعني بيقولها له كده في الصحافه وفي المؤتمر. قال لهم اللعيبه دي كلها كبيره جدا، انا بحبها جدا وبتاع الحاجات، بس انا صبري ده، انا بالنسبه لي صبري ده احسن لعيب، انا نفسي ابقى زي صبري. يعني قال هو بالنسبه لي حاجه كبيره صبري. بس بينا اول ما سمعته كنت مبسوط جدا. بعد كده يعني كان لسه هو صغير يعني عنده 18، بعد كده كريستيانو، وبعد كده بقيت بعلاقه كبيره قويه جدا لما رحت ماريتمو، الفاميليا بتاعته، العيله هناك في ماديرا، بينا اصدقاء بشكل قوي يعني عظيم جدا.